انا اسمي شريف صلاح محمد، عندي اخت اسمها شين صلاح. انا داخل الجمعيه من وانا عندي سنتين، وحاليا عندي 22 سنه الحمد لله. وانا يعني بدور على اهلي دلوقتي، عشان لقيت الدنيا صعبه والحياه صعبه عليا. انا قطعت من اولى ثانوي، كنت ساعه فنادي، كان حلمي ان اطلع مضيف طيران، بس ما حصلش النصيب. فانا يعني طلعت عشان سبب معين، عشان اخليش اختي ناقصه حاجه خالص، اخليها متكامله، مش نفسها في اي حاجه، اخليها لما تقول انا عايزه تقول لا على طول، ما اخليهاش تحاول من اي حد، تطلب اي حاجه من اي حد، اخليها ان هي مبسوطه دايما. احنا الاثنين قاعدين في المعادي، بس هي في قاعده بيت تبع الضيوفه تبع الجمعيه، وانا قاعد في مكان السايبر اللي انا شغال فيه، المكان الشغل اللي انا شغال فيه بات فيه وكده. هنتقابل مره واحده بس بسبب الظروف الماديه والظروف الشغل في الكليه، فدي ظروف عن بعض بعيده. فانا لا انا فاهم يعني، بخليها ده براحتها، اليوم اللي يكون فاضيه فيه بقول لها ان شاء الله نخرج. ده ربنا بعت اختي ليا، يعني انا لو مش عارف يعني لولا اختي انا كنت اعمل ايه والله. يعني فعلا حتى في الاكل برضو، يعني الحمد لله انا ساعات ما باكلش، فاختي هي والله اللي بتعمل الاكل وبتبعته لي للشغل. انا امنيه حياتي اني اشوف اهلي، وامنيتي كمان اني ارجع التعليم، وكمان الامنيه الاكبر واللي انا محتاجها فعلا ان شقه اقعد فيها انا واختي، شقه تتجمعنا الاثنين مع بعض، بدل ما كل مره اشوف في الشهر احنا بنتكلم في التليفونات، اكون بقى لا عليها وهي مش لما ما تردش. فانا حتى فاهم عايز مكان فعلا يجمعنا سوا، بدل ما تدفع انا اللي ادفع لها، انا اللي اكون مسؤول عنها في كل حاجه، واكون مطمن عليها حتى لو هي فين. اما لو جنب دلوقتي احضن امي، حضن ان انا اتحرمت من زمان، حتى لو بالغصب، بس انا فعلا محتاج حضن الام اللي انا اتحرمت منه جدا من زمان، ويحنن الاب لو يطبطب حتى عليا، او حتى يزعق لي زي ما الابهات التانيه بتزعق لاولادها.